امسي جفارة بس معمر ستوري تحية للقائم الحرار تحية للشهيد معمر بومنيار القدافي تحية للشهداء ايو معمر القدافي راجي قلبه صافي نعطيه حقه للشعب وفوق حقه وافي في البداية قاد القايدة حركة عسكرية اضاحت بالنظام الملكي وسسة والجماهيرية شعبية اشتراكية ليبية عربية عظمى المستوطنين والقواعد الامريكية والايطالية والاجنبية واعطي للليبيين وضوكم طعم الحرية في السبعينات طور العلاقة مع سوريا ومصر كانت تنمى العربية توصل إلى نقطة النصر بعد خطاب زوارة اللي كان في 73 أمران يحرق الكتب والآلات التابعة للمستوطنين وصلم كان وكان إن من مناضلين العالم اللي فرش واللي سامح واللي اختي حق الظالم يا ما يوم تكون يا قايدنا لا صار توا غدروا بيه متحالفين مع تحالف صليبي يقصوا فيه استشهد سيف العروبة في ذا البلادة ضحى ودافع زي ما بدو جدادة منش للوطن احنا نموت وكراديس واستشهد اللي وعدها بخميس والبطل والمناضل المعصم بالله اللي قال الاستعمار قال لا والفلاح لن يدوس على ارض الوطن عاش رجل مات رجل ما عاشش بالفتن في نفس الوقت استشهد زعيم القادة العرب معمر بومنيار القدافي مازال لم يعين الحرب سماهم بالشرادم سماهم بالشردان سماهم بالكلاب الضالة في خلف الميدان بعد 42 سنة قالوا عليك انك طاغي حسبي الله ونعم الوكيل ما يوم تكون يا قايدنا لا واحد يا ما يوم تكون يا قايدنا لا ما يوم تكون يا ما يوم تكون يا قايدنا لا ما يوم تكون